يا هلا بالمشاهدين في هذا القسم الثاني، وايضا رحب بكل اللي انضم لنا الان. بشكل عام مشاهدينا كلنا عايزين سعاده على قولة الراحل اسماعيل ياسين، لكن اليوم في موضوعنا الرئيس احنا ما راح نتكلم او احنا مو بصدد البحث عن معنى السعاده اللي فعلا يعني هذا البحث اللي محير البشريه على مر الازمنه، انما حديثنا عن هرمونات السعاده اللي يفرزها الدماغ بهدف التوازن والشعور بالهدوء ومكافحه القلق والتوتر. فهل يعقل ان تكون مجموعه من المواد الكيميائيه موجوده بالجسم هي اللي تؤثر على مدى سعادتنا في الحياه؟ وما هو هرمون السعاده؟ هذه الاجابه وهذه التساؤلات نحاول انه نطرحها لكم مشاهدينا من خلال هذا التقرير. الكل بيبحث عن السعادة والتخلص من المشاعر السلبية يلي بيتعرض لها، وهرمون السعادة هو المسؤول الأول عن هذا الشعور عند الإنسان. ولكن شو هو هرمون السعادة؟ هو مصطلح يطلق على مجموعة من الهرمونات يلي بيفرزها الدماغ وبتساعد على تحفيز الشعور وتحسين الحالة المزاجية والتخلص من الاكتئاب. بتعرفوا أنه مستوى السعادة بيختلف من بلد إلى آخر، فمستوى السعادة بالدول الصناعية بينخفض بشكل كبير بسبب التوتر والضوضاء الصاخبة للمصانع والحشود، بينما بيزيد بالمدن الساحلية بسبب البحر، الطقس الحلو وقصر المسافات. وهيدا طبعا بالإضافة لأسباب عديدة بتساعد على إفراز هذا النوع من الهرمونات، مثل بعض أنواع الأطعمة، ممارسة الرياضة، المشي بالهواء الطلق والنوم بانتظام. فهل بتتخيل أنه يكون شعورك العظيم بالسعادة منه غير مواد كيميائية بجسمك؟ وإذا كان فعلاً هيدا الأمر مظبوط، فممكن تكون أقرب لإله مما بتتوقع. نتكلم أكثر عن هذا الموضوع ونرحب بضيفتنا الدكتورة إيمان جمال، ويسعد لي صباحك دكتورة إيمان. صباحك بخير. سعدينا بوجودك معنا اليوم، وحضرتك ما شاء الله عليك مدربة صحة معتمدة. موضوعنا اليوم أنا بالنسبة لي هو صحي ونفسي، ولازم الواحد فعلا يعرف إيش هو مفهوم هرمون السعادة زي ما شفنا في التقرير مع بعض. لكن بداية أنا أبغى أعرف، هل هذا الهرمون فعلاً بيزيد وبينقص؟ إيش هو الهرمون ده اللي ممكن يلخبطنا ويلخبط كياننا وإحنا ما إحنا عارفين؟ طيب مبدئياً صباح الخير، مبسوطة إن أنا معك يا غادة. إحنا عاوزين السعادة. السعادة موجودة على قول هاني. السعادة موجودة عموماً. طيب هرمون السعادة في الأول إيه هي الهرمونات؟ الهرمونات دي مواد كيميائية بيتم إطلاقها من بعض الغدد الموجودة في الجسم، وبتنقلها الناقلات العصبية علشان تعمل وظيفة معينة. وطبعاً هي الناس كلها معتقد أن هرمون السعادة هو هرمون واحد، لكن هو هرمون السعادة هي اسمها هرمونات السعادة، وهم أربع هرمونات. الهرمون اللي كل الناس عارفاه اللي هو السيروتونين، وفي هرمون تاني اللي هو هرمون الدوبامين، وهرمون الاندروفين، وهرمون الحب اللي هو الأكسيتوسين. أنا أول مرة للأمانة أعرف أنه فعلا أنه هو أربع هرمونات. السعادة ليها أربع هرمونات، وكل نوع من أنواع الهرمونات ده ليه وظيفة معينة. يعني معلش سؤال، لو اختل واحد من الأربع هدول بيأثر على الباقي، بيأثر وبيأثر على هرمونات تانية. بيأثر مثلا على هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول، بيأثر على هرمون النوم اللي هو الميلاتونين، بيأثر على كل حاجة. الهرمونات دي كلها مرتبطة سبحان الله بشكل معين، فلو في حاجة قلت أو في حاجة زادت بتأثر على باقي وظائف الجسم. سبحان الله، أنا أول مرة أعرف هذا الموضوع، فعشان كده مرة متحمسات لأني بعرف تفاصيل أكتر عنه. بس خلينا دكتورة نتابع هذا الفيديو عن تجربة ونرجع مرة تانية ونشوف إيش الموضوع. صباح الخير، أنا طارق، عندي 35 سنة، عايش في الإمارات في دبي. أنا كنت حابب أن أنا أشارك تجربة من تجارب حياتي معاكم. أنا حياتي المهنية بدأت تقريبا من 13 سنة، اتنقلت فيها من شركة لشركة لحد ما استقريت على شركة معينة، وكنت مقتنع أن هي دي المستقبل والأمان لعائلتي ولابني أكيد. بس الحقيقة دي كانت أسوأ فترة في حياتي للأسف. حسيت بضغوطات نفسية كبيرة جدا وأنا قاعد معاهم. مريت بفترة نفسية صعبة جدا، كنت مقطوع فيها يعني من الناس اللي حواليا، لحد ما جاء اليوم اللي انا كنت خايف منه، ان وضع الشركة فاينانشالي ما كانش مستقر، فاضطريت ان انا اسيب الشركة وامشي. بس عايز اقول لكم ان تاني يوم انا كنت صاحب بني ادم تاني خالص، انا كنت صاحب اغني، برقص، مبسوط. طبعا قعدت فتره رتبت فيها اولوياتي، بدات اخد فتره كويسه جدا جدا مع مالك ابني، والحمد لله جات لي فرصه في شركه تانية. عايز اقول لكم ان انا بصحى من النوم كل يوم الصبح مبسوط ان انا نازل الشغل.
بقى عندي وقت وعندي مجهود ان انا اقضيه مع نفسي، مع هواياتي، مع ابني. طبعا احتمال ما يكونش نفس العائد المادي، بس انا وصلت الكونسبت في حياتي السعادة راحة البال ملهمش تمن. صباحكم سعادة. يعني اتمنى له اكيد التوفيق. يعني دكتورة ايمان، من جد الواحد لما يشوف قصص ولما يقعد مع نفسه شوي يقعد يفكر انه طب انا اليوم والله هرمون السعادة عندي يمكن مش مزبوط، بس انا اقدر من نفسي اني ممكن احسنه مثلا او مزبوط. ارفعه. هل في طرق معينة؟ في طرق كتير. اولها خليني اديكي مثال صغير. ليه كلنا على دخلة الشتاء بنحس باكتئاب؟ ايوه ليه؟ علشان بيقل التعرض للشمس. الصيف طبعا اول ما الشمس بتبقى طالعه وضوء الشمس بيكون غني بفيتامين دي، ففيتامين دي بيعلي الهرمون السعاده. الشتاء كمان بنبدا ان احنا ناكل كتير. هرمون السعاده اللي هو السيروتونين مرتبط بحاجه اسمها الاحماض الامينيه، نوع من انواع الاحماض الامينيه. باول ما يعني بناكل اكل غني بنوع من الاحماض الامينيه ده بيتم افراز السيروتونين في المعده. علشان كده بعض الاكل بيعزز عندنا هرمون السعاده، زي الشوفان، زي الشوكولاته الداكنه من اكتر الحاجات اللي بتعزز. كل ما ازهق باكل شوكولاته. لا، كل ما ازهق اكل شوكولاته ده بقى مشكله. لا بمزح. احنا بناخد قطع صغيره من الشوكولاته الداكنه لان زياده السكر في الجسم بيعمل برضه مشاكل صحيه تانية. عندنا البكتيريا النافعه اللي بتبقى مثلا موجوده في الزبادي دي بتعلي هرمون السعاده. الاوميجا 3 بكافه انواعها اللي موجوده في السلم والمكسرات. عامله شوفان وبالمكسرات. الشوفان من اكتر الحاجات. في بقى حاجة مهمة جدا، أحماض أمينية بتبقى موجودة في الدقيق الأبيض وبتبقى موجودة في البطاطس. علشان كده الناس أول ما بتبدأ دايت تقولك أنا حاسس باكتئاب وحاسس إن أنا متضايق علشان قطع الدقيق الأبيض. صحيح. أو الرز والمكرونة والمعجنات وقطع البطاطس. لما تحسي إن أنت كده مودك وحش تقولي إيه الله أنا نفسي أكل سندويتش كده برجر ومعه بطاطس محمرة. صحيح. نفسي أكل بيتزا. كل الحاجات دي بتعلي هرمون السعادة، بس طبعا إحنا لما بناخد منها بناخد منها باعتدال. صحيح. ممارسة بقى الرياضة بتعلي هرمون السعادة جدا فعلاً. والوش بيتغير سبحان الله. الناس بيقول انت عاملة شيء؟ أقولهم لا والله بدأت رياضة. بدأت رياضة. رياضة. هل فعلا الألوان كمان بتفرق معنا؟ الألوان بتفرق، والألوان كمان على فكرة ليها ارتباط كبير جدا بحالتنا النفسية. يعني جرت العادة ان بعض الألوان احنا ربطنها بحاجة، يعني الأبيض رمز للنقاء، الأحمر رمز للحب، او رمز مثلا للنار. يعني الألوان في مخيلتنا دايما بقت مربوطة بحاجة معينة. فالألوان في حد ذاتها لما انت تبقي قاعده في مكان الوانه حلوه بتديكي نوع من انواع الراحه. صحيح. النفسيه. لكن لو انت قاعده في مكان الفرش بتاعه رمادي هتحسي ان انت بتاثر عليكي. المكان لما تقعدي في طبيعه وخضار بتحسي ان الروح ديت رجعت ليكي. حاجه كمان عايزه اقول لك عليها، الاوكسيتوسين او هرمون الحب ده برضو بيعلي من احد هرمونات السعاده. امتى بقى بنحس بيه؟ بنحس بيه لما نلعب مع قطه او بنلعب مع كلب، مع طفل صغير. الذكريات السعيده، يعني حتى لو تفتكري كده زمان قبل السوشيال ميديا وقبل الموبايلات، كنت دايما لما تروحي اكتيفيتي في مكان جديد تلاقيه يقول لك ايه صور الذكرى. صحيح فعلا. فالصور الذكرى دي لما انت بتفتحيها بعد وقت بتلاقي ايه الله اليوم ده انا كنت عامله ازاي. صحيح. وكان لبسي كده ازاي. وتبصي الصور تلاقي نفسك غصب عنك وشك ابتسم وضحك. صحيح. الاشخاص اللي انت بتحبيهم. انا هذيك المره كنت في مستشفى بقول لما بطلع قسم الاطفال ابى اشوف نونو، حسيت بالضبط، حسيت ان نفسي اشوف البيبي او تشمي ريحتهم او اشم ريحتهم. حسيت انه ممكن يرفع لي هرمون السعاده واحس اني سعيده. يعني هي فعلا اشياء بسيطه، لكن ممكن. هل في واحد ممكن يعاني بزياده هرمون سعاده ولا ده؟ لا دي ما بتحصلش. هي انا نفسي انا دليني. دي بقى في ايدك ان انت تعمليها. دي في ايدنا عن طريق الروتين اليومي اللي احنا بنعمله، ان احنا نصحى بدري. دايما بتلاقي الناس اللي بتصحى بدري ما بيبقاش عندهم نهائي الضغوطات بتاعه الناس اللي بتصحى اللي بتنام طول النهار وبتصحى بالليل. دايما اغلب الناس اللي بتصحى تحس ان هو مرتبط عنده مودي وحش، انا مصدع، انا ما اعرفش انتوا بتصحوا الصبح تعملوا ايه. الصحيان بدري من اكتر الحاجات اللي بتعلي عندك السيروتونين. الاكل المتوازن الاكل اللي بيكون فيه مكسرات وبيبقى فيه اوميجا 3 بيعزز عندك هرمون السعاده. اللعب مع الاطفال، طبعا في ناس كتير تقول لك انا ما بقدرش استحمل الاطفال وما بستحملش الزن، لكن اللعب مع الاطفال من اكتر الحاجات اللي بتعلي هرمون السعاده. وعكس كل اللي قلتيه دكتوره، يمكن لو ما عملناه هو هذا اللي حيقلل بالزبط. من هرمون السعاده. انا سعيده بوجودك معايا اليوم حبيبه قلبي. الله يسعدك. ابتسامه ولزازه ولطافه، كل الاشياء الحلوه فيك. الله يرضى عليك حبيبتي. ربنا شكرا ليك وجودك.